وصارت حقيقة ملموسة. عمليات استنساخ النخيل أو ما يسمى الزراعة النسيجية، فمعظم هذه النتاجات هي لنخيلات مستنسخة. وحيثما يقام مهرجان التمور في منطقة الثغر كان ملفتا وجود أنواع اختفت منذ زمن بعيد، وأخرى ربما حتى لا تعرف أسمائها، لكن طعم هذه التمور يبدو لذيذا كلذة نجاح هذا المشروع، فيما تنتظم سلات التمور والرطب لأكثر من 70 نوع جديد على أهالي الثغر بفرحة حتى أقيم لها هذا المهرجان. شمال بصرة تتركز بها زراعة الحنطة والشعير، ومساحات كبيرة، يمكن احنا يمكن أكثر من 40% من مساحة البصرة مزروعة في شعبة الإمام القائم. بس اكو توجه كان لزراعة النخيل عن طريق الندوات الإرشادية، عن طريق الندوات اللي يقيم بها الدورات اللي يقيمها، فصار توجه لزراعة النخيل. هو سابقا كان موجود عندنا بس كمية مساحات قليلة. فترة الحرب العقلانية كل البساتين انهيت، فالسنوات الأخيرة من 1991-92 بدأ أكو توجه لزراعة النخيل، فجاء نشوف أكثر من بساتين كثيرة، بساتين زراعة نسيجية إنتاجية عالية، أصناف نادرة جدا جاية تنتج، إضافة إلى دائما إحنا النخيل البكر إنتاجه يكون أعلى، فشفنا أكثر من 40 صنف أو نموذج اليوم فلاحين، وجابوا لنا فلاحين بعد أكثر، بس المكان كان ضيق. فيما يؤكد المختصون أن هذه المنطقة كانت أغلب نتاجاتها الزراعية هي من الحنطة والشعير والخضروات، ليكون مصدرا جديدا لإنتاج التمور بشكل ملفت، خصوصا مع استخدام وسائل الري الاقتصادية والأسمدة الحديثة، إضافة إلى حب أهالي المنطقة زراعة النخيل والانتفاع اقتصاديا من هذا الإنتاج. الفضل من الله سبحانه وتعالى، لدينا من الأصناف النادرة وأكثر تقريبا، أنا الفضل من الله، أكثر من 70 صنف موجود عندنا. الأصناف الحديثة مثل المشول، مثل بقية الأصناف الخليجية أيضا موجودة، الصقعي القرنفلي أيضا اللي موجود كاثرنا وعدنا مزارعنا. الفضل من الله، البصرة بعون الله بهمة ناسها، بهمة مزارعينها، بهمة حكومتها المحلية، الحكومة المركزية أيضا داعمة إن شاء الله، نتأمل بها خير أن تدعم مزارعي النخيل. والفضل من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى، هاي النخلة مباركة، الله يبارك بأهلها وصاحبها وحكومتها وناسها. كل إنسان يزرع النخلة الله يبارك به دنيا وآخر. عندنا الأصناف المتأخرة طبعا مثل الشكر، القنطار، البرحي، الخلاص، الغصاب، وخص الغصاب يعني نص 12 وبعد ما مرطب، يعني نوع من انواع الغصاب يصير احمر اللون. الخضراوي لسه عمران لا يبدي الرطب ماله، يعني احنا قصينا تقريبا من 1.9 تقريبا اذا قصنا مال الخضراوي، لسه عمران هم قصينا قسم لانه اصبح النخل عالي وما نقدر، فتمر يبقى كله تمر، هو المفروض يتقطع الرطب مو التمر. الحمد لله يعني الموسم جيد جدا. يبدو أن النخيل تأبى أن تغادر هذه الأرض حتى مع اختفاء الملايين منها بسبب الظروف الصعبة التي مرت بالجنوب، فهل سيظهر في المستقبل المزيد من البساتين وأنواع جديدة من التمور؟ لقناة دجلة، حسن مظلوم، البصرة.